شباب حياكم الله. اول ما تكونون اليوم ماكو احد يصور بي الصراحه، جيت فجاه الموقع فحبيت ادون هذا التصوير بعد الملاحظات عجبتنا صورها الصراحه. عند البرمر استرا التركي سعره $35 وما فوق، نوعيه راقيه. لا سوق، شو تفاصيل عمل من بدايه المنزل الى نهايته والى اخر نقطه بالمنزل؟ تعالوا وياي. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. شباب حياكم الله، وين ما تكونون. مكان موقع العمل السيدية، البيت الداخلي مرمر كله أرضي، 60x60 طبعا إزارة عندنا. ما أحرق الفيديو لكم، لا ندخل جوا وشوف شنو تفاصيل العمل وشنو الزبون طلب من عندنا. نعمل ونشتغل على ضوء طلبات الزبون طبعا، وإن شاء الله تكون حسن ظن الزبون. تحياتي وياكم. طبعا عندنا هنا هذا مطبخ، هذا استقبال المطبخ، جدران عندنا ادخل جوه. يا الله، هذا عندنا كله جدران، تصفير الصفار كامل مكمل. وهذا المدخل مالته، هذا عايفين مكان للتطبيق. تمام، يبقى مجرد تدخل البورسين والمادة مالته. هذا تصفير كامل مكمل. تمام، هذا واحد. ثاني طبعا هذا الجيمسون بورد، هذا التنظيف مالهم صار جوه. بعدين من ننزل احنا شغلنا طبعا من فوق من الطابق الاخير الثالث نحن نازلين التنظيف طبعا ويانا. هذا مكان المكبات مال الوساخه، تمام، مال اثناء العمل مالنا. تمام، هذا صار عندنا، هذا استقباله. شوف ما شاء الله الخريطه والتصميم قد روعه. شوف قد تعطيك مساحه، يعني هذا لو خالي باب لهنا المساحه هذا هسه نحسب خدعه بصريه كمساحه طاك مساحة أوسع. أنت سابقا العفو يعني من ينتهي العمل يقدر أول بيت أول صاحب المنزل يسوي هذا الباب دفتري خشب، تمام، دفتري أو صاجي. أثناء الخطار يقدر يأخذ راحته بالحولي، تمام. وإذا تفتح إذا كان عندك مناسبة ما شاء الله مضيف كامل وبالخير على البيت. هذا عندنا الأسترة التركي سعره 5 يعني من 35 إلى $38 أقل شيء. ال 60 مربع الوان راقب بالمناسبة، عزلناه كل لون بلونه، يعني الفواتح والطوخ والوسط، تمام. هذني كلين عزلنا هاي الالوان. شوف هذني الالوان عزلناه تقريبا نوعا ما قدر استطاع رحمنا المشتق الالوان سوية. تعال هناك غرفة، هاي غرفة، هذا عندنا حمام، هذا تصوير مصفر كامل، هذا عندنا سويت كامل، هذا غرفة، ذاك المنور ما شاء الله، هذا التواليت يعني مصغر بس يعني خدمي، هذا صار سلايد الالميوم سلايد، هذا الحمام، هذا بعدين صار سابقا حفر للملاو كان يعني يشتغل، بعدين صار حفر اثناء يعني ابو البيت طلب هالشكل وحفر نجهزهن. هذا تصفر عندنا الواح، كل شغل الواح، تمام. وهاي غرفه مصغره نصعد فوق. هذا المنور شو ايش قد جميل وايش قد مختصر يعني هذا خلنا نرجع لكم اليوم، ما اطول فيديو لكم بس المتلقي يعني يقول اريد تفاصيل اكثر. شوف شباكين هنا وهنا شو مخلي؟ باب صغيره، باع المنور شلون مرتب. شوف المنور ايش قد مرتب، استغل كل الفراغات كل المساحه بالجنس. يا الله، نصعد فوق وشوف شو التفاصيل عنه. هذا الدرج، هذا الطابق الاول، كذلك الغرفة فوقها والغرفة فوقها والحمام والمنور، وعندك هذا الدرج الطابق الثاني، تمام. عندك فوق المطبخ غرفة سويت كامل، وعندك هاي فوق الاستقبال الغرفة والبلكونة هذا منه، وهي كذلك بلكونة. هذا الحمام هذا تصفير مصفر كامل نشتغله، تمام. تعال نصعد بالطابق الثاني. يا الله يا كريم، يا الله، هذا الطابق الثاني، هذا السطح كامل مكمل بياض عندنا. هذا صعد مواد الشباب، هذا عزلناهن الالوان مال المرمر. هاي هم غرفه وهاي غرفه وهذا حمام، ويعني صار بالطابق الثالث. هذا الطابق الثالث، تمام، يعني بيتون هيك الحسب ثابت. هذا 60 مربع، خلانا حسب طلبه بالبيت قال اريد الالوان فاتح فوق والفاتح عفوا الالوان الطخ فوق والفاتح جوا، يعني فاتح لجمهوره مثل ما نقول. هذا حطينا الاطراف مالته بي ار سي، هذا بي ار سي خلينا بس الاطراف بي ار سي. سلايسر عندي هنا
يصير عندي العفو هنا يصير عندي هنا شنو هذا؟ هذا عندي صب تمام؟ هذا الصب يصير صب عندي حوالي 15 سنتيم والعرض 10 من الطبق يصير 15 سنتيم والارتفاع 10 سنتيم. يعني عمو شنو؟ نحافظ على التمدد. هذا التمدد التمدد مالته شوف عندك تشوي هنا كاملات عمو شنو لا يسحب على الخارج يعني السحب مالته الارضية تسحب على المكان الفارغ المكان ال تمام. طبعا التمدد يريد مساحة اسهل له يا مكان اسهل يبقى يدفع تمام. حتى لو نسبة 3% مو اشكال او 2% يسحف عمود احنا نغطي هذا المجال هذا يصير تمدد. طبعا يصير يسبي سبيت ويسلح بنفس الوقت وهذه الحافة كلها تنصب وتطبق مرمر. وهذا المرمر طبعا يوم اول يوم عمل يوم اول يوم عمل طبعا 30 60 مربع روعه بالعمل مالته ان شاء الله. هاي اول يوم بدايه عمل ان شاء الله واكبله اول باول. تحياتكم.